لغة العربية، نحن نحب اللغة العربية لأن رسولنا نتكلم وقرآننا نبحث من لغات وننزل عربيا ونفهم عربيا. الآن نحتفل مسرحيا أو أشعار أو آخر شيئا، سنلتقي إن شاء الله ننفصل. نحن مستمعون نسمع واستمع جدا بدقة، نحن نؤمن لكم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هيا نبدأ. وأجل خيالنا سنبدأ العزيزة مع الشعر، تفضل العشاء.
Thank you.
Oh,